إذا كنت تعرف شخصاً أعسر أكبر سناً، على الأغلب أنه تعلم الكتابة أو الأكل بيده اليمنى. في بعض البلدان هناك ممارسات لإجبار الأطفال على استخدام اليد الصحيحة. حتى كلمة يمين تعني أيضاً الصحيح أو الخير، ليس فقط في الإنجليزية ولكن أيضاً في العديد من اللغات الأخرى. ولكن إن كانت الأعسرية سيئة فلماذا تحصل؟ 1 من كل 10 أشخاص من سكان العالم هو أعسر. تبين الأدلة الأثرية أن الأمر كان هكذا لما يصل إلى 500,000 عام. بما يقارب 10% من الأثار البشرية تظهر الفروق المقرونة في طول الأذرع وكثافة العظام، وبعض الأدوات والأثار تدل على استخدام اليد اليسرى. رغم ما يظنه الكثيرون، استخدام أحد اليدين ليس خياراً، يمكن التنبؤ به قبل الولادة بناءً على موقع الجنين. إذا كان استخدام اليد فطري، فهل يعني ذلك أنه وراثي؟ حسناً، نعم ولا. التوائم المتماثلة قد تكون لديهم أيد سائدة مختلفة. في الواقع، هذا يحصل بنفس قدر حصوله مع أي زوج آخر من الإخوة. لكن فرص كونك أيمناً أو أعسراً تتحدد بناءً على اليد السائدة لوالديك بنسب ثابتة بشكل مذهل. إذا كان والدك أعسراً لكن أمك يمينية، ثم احتمال 17% بأن تولد أعسراً، بينما 2 أيمنان ينجبان أعسراً بنسبة 10% فقط. قد تبدو اليد السائدة وكأنها تتحدد بالمصادفة، ولكن الاحتمالية تتحدد بجيناتك. هذا يقتضي أن هناك سبب أن التطور أنتج هذه النسبة الصغيرة من العسر وحافظ عليها لآلاف السنين. في حين وجود عدة نظريات تحاول تفسير سبب وجود يد سائدة أو لماذا معظم الناس يمينيو الأيدي، فإن نموذجاً رياضياً حديثاً يشير إلى أن النسبة تعكس توازناً بين الضغوط التعاونية والتنافسية في التطور البشري. فوائد الأعسرية تتضح في الأنشطة التي تتضمن خصماً كالتبارز أو الرياضات التنافسية. فعلى سبيل المثال، حوالي 50% من أفضل الضاربين في كرة المضرب هم عسر. لماذا؟ اعتبرها ميزة مفاجئة. بما أن العسر أقلية، كلا المنافسين العسر واليمن يقضون معظم وقتهم يتدربون ضد يميني الأيدي. وحين يواجه الاثنان بعضهما البعض، سيكون الأعسر أكثر استعداداً ضد خصمه الأيمن، بينما سيكون الأيمن مرتبكاً. هذه النظرية القتالية، حيث عدم التوازن يؤدي إلى تميز لصالح المقاتلين أو الرياضيين العسر. مثال على الاختيار السلبي المعتمد على التواتر. لكن وفقاً لنظرية التطور، المجموعات التي لديها ميزة خاصة تنمو حتى تختفي هذه الميزة. إذا كان الناس فقط يتقاتلون ويتنافسون خلال التطور البشري، سيؤدي الاختيار الطبيعي إلى زيادة العسر حتى يصبح هناك الكثير منهم، ما لا يجعلها صفة نادرة. في عالم تنافسي بحت، 50% من سكان العالم عسر. التطور البشري تشكل عن طريق التعاون والمنافسة، والتعاون يدفع توزيع الاستخدام السائد لليد بشكل عكسي. في الجولف، حيث لا يعتمد الأداء على وجود خصم، 4% فقط من أفضل اللاعبين هم عسر، وهو مثال واضح على ظاهرة تقاسم الأدوات. وكمثل لاعبي الجولف الذين من الأسهل عليهم العثور على مضارب مخصصة لليد اليمنى، العديد من الأدوات الهامة تم تصميمها لصالح ذوي اليد اليمنى. لأن العسر يستخدمون هذه الأدوات بشكل سيء ويتعرضون للحوادث بمعدلات عالية، فهم أقل نجاحاً وسيؤدي الأمر إلى زوالهم. لذا بناءً على التنبؤ الصحيح لتوزيع العسر في العالم ومتابعة بيانات العديد من الرياضات، أشار النموذج أن استمرار وجود العسر كأقلية ولكن بشكل مستقر يعكس التوازن الناتج عن التأثيرات التعاونية والتنافسية والدور الذي تلعبه طوال الوقت. والشيء المثير للاهتمام هو ما يمكن أن تخبرنا به الأرقام عن سكان العالم، بداية من التوزيع المختل لاستخدام الحيوانات لمخالبها حتى الزيادة القليلة في نسبة العسر في المجتمعات البدائية. إن الإجابات على بعض الألغاز عن التطور المبكر للإنسان هي بين أيدينا. واصل التعلم بمشاهدة مقاطع الفيديو هذه، ولا تنسى الاشتراك في القناة لا تفوت الفرصة لتعلم أشياء جديدة.